تذكروا هذا الوجه جيدا، ربما يوما ما سنراه بين صفوف أهم الأطباء. اسمه حامد، عمره 13 عاما، وهو من اليمن. هذا الطفل يعمل 7 أيام في بيع المسواك، يغادر منزله يوميا منذ ساعات الصباح الأولى حتى غروب الشمس. كل شيء مؤجل بالنسبة إليه، طعامه، راحته واللعب مع أصدقائه، إلا عمله ودراسته. يبيع المسواك كي يؤمن مصروف دراسته وتعليمه. فهناك حلم ينتظره، وهو أن يصبح طبيبا كي يساعد المرضى، رغم أنه يتمنى أيضا التوقف عن العمل، فقد أرهقته الساعات الطويلة تحت الشمس الحارقة، لكن عزيمته أقوى من كل شيء، أقوى من القذيفة التي دمرت منزله ونجا منها بأعجوبة، ومن حزنه على خسارة أصدقائه وألعابه. تذكروا جيدا حامد، الدكتور حامد.